جاهزية السلعي دخول. السلام عليكم خاوتي. بون اليوم حبيت ندير لكم فيديو تاع كيفاش تدي الطوموبيل لافاج ويستيكيها لك وينقيها لك ومنه ومنه، باسكو شوف الطوموبيل راهي موسخة بزاف. بون قبل ما تدخلها الكراج لازم تنحي النيسيسار، نحي الباد باغ اكزومبل، عندك عفايس تحتاجهم منه ومنه قاع تخبيهم، حطهم هنايا. نحي الشارجور، نحي هذا الشارجور تاع التليفون، تخلي له البلاصة باش ينقيها، باش ينقيها لك بيان، باسكو هو مش راح ينقيها، ولا خليتها الواقدة يمسحها لك بركا بيبري ويقول لك هيا سي بون. بصح كي تنحي له البلايص وتوري له تقول له نقي لي باغ اكزومبل هنا، نقول له نقيها لي، نقيها لك ومن بعد تخرج جديدة. هذا راهي لابوسيير لاخر. دونك ندخلوها في لافاج. منظر شوف كيفاش راهي لابوسيير، باسكو صالون كوير، صالون كوير يتوسخ بزاف، والما رمي منا ومن الصيف راك تعرف صافي دير لازم توسخ بالخف. دونك ان شاء الله صاحبي هذا يا حبيبي يشتكي لي طوموبيل، ومن بعد ندير لكم فيديو كيفاش ما توسخوهاش تاني، تخلوها نقيه. باسكو لي كارو هادوما ومنهم لا يتوسخو، كي تخليهم مغلوقين يريحو نقيين، ميتوسخولكمش. طوا طوا وين كان لابوسيير متحلوش، تزيد وين كان لابوسيير تزيد تغلقلو هادي قاع، تقولو يمسحلك هنايا، تقولو يستيكيهالك، هو يستيكيهالك الماكسيموم، ومن بعد زيدلها نتايا تاني، ومن بعد نوريلكم كيفاش تزيد تنقيها نتايا من الداخل منهم. شوف باغ اكزومبل القرعة ريحة تخليهاش على التاه، ارميها الداخل وخبيها باش هكذا يلقى بلاصه ينقي. شوف هنايا ما فيها والو، سي بون بون دراهم يجو تنحيهم تخبيهم. دوك ندخلها ينقيها يستيكيها ونزيد ندير لكم فيديو كيفاش خرجت طوموبيل اليوم. التجربة الميدانية تاع كل طبيب في المصالح الطبية تاعو، ذلك ما يسمى